الثاني اللي هي داتا تايب اند اكسبريشنز. القصة سهلة هون، راح ألخص لكم إياها. أول إشي عشان نمثل البيانات بالكمبيوتر، وأنتوا عارفين نستخدم إشي اسمه البت. شو هو البت؟ البت هي لغة الآلة، يعني بتتعامل مع لغة الآلة. لغة الآلة تتعامل مع الصفر والواحد، فالصفر تعتبر بت والواحد يعتبر بت، يعني كل واحد منهم بتة واحدة، تمام؟ وانتو عارفين الماشين كود ما بتستخدمش غير الصفر والواحد، فاذا البت هي اما صفر او اما واحد، تمام؟ يعني ما بنقدر، يعني اي شيء بدنا نمثله بنمثله بصفر وواحد. بمعنى لو بدي امثل رقم مثلا 9 بالباينري كود، هاي البت يعني البت معناها كأنه بنستخدم الباينري. الباينري النظام الثنائي اللي هو بيجمع بس الصفر والواحد. كيف بستخدمها؟ واحد صفر صفر واحد، هي هيك بفهمها الكمبيوتر انها هاي 9، خلاص جوا الكمبيوتر هيك تتمثل، بفهم انها هاي رقم كم، رقم 9. بدي مثل رقم 8 مثلا هيك. وطبعا كل اشي، كل الحروف، كل الاسماء، كل هذا بتمثل بصفر واحد، ما بفهم غير صفر واحد، خليط من الاصفار والواحدات بيعطيني رمز معين هو الكمبيوتر بفهمه. واضح؟ هلا في عندي ايش وحدة اسمها بايت، عرفت شو هو البت؟ هو الصفر او الواحد، بس صفر وواحد، وواحدة منهم بت، كل خانة بت، يعني هاي بت، هاي بت، هاي بت، هاي بت. وضحت الفكرة؟ كل واحدة منهم بتاية. هلأ البايت هو مجموع 8 بت، كل 8 بت جنب بعض، هاي 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6، هاي 7، هاي 8، هدول كلهم 1 بايت، يعني 1. شايفين كم واحدة؟ هدول 8، هدول بيساوي 1 بايت. إذا 8 بت بتساوي 1 كم بايت. واضح؟ هلأ عنا أي كاركتر، أي رمز، أي حرف، أي إشي بالدنيا عنا بنمثله بـ8 بت. مثلا أنا اسمي رولا، حرف الآر بتمثل بـ8 بت، وحرف اليو بتمثل بـ8 بت، وحرف ال بتمثل بـ8 بت، حرف ال A بتمثل بـ8 بت. طب اسمي كم بايت؟ كل 8 بت 1 بايت. هاي بايت، هاي بايت، هاي بايت، هاي بايت، كل حرف بواحد بايت، فاسمي بده 4 بايت. وكم بت؟ 8 في 4 مرات، شايفين؟ مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة. 8 في 4 كم؟ 24 بت. انتوا عارفين كيف بنحسبها؟ 24 بت، تمام؟ كل حرف 1 بايت، وكل 1 بايت بـ8، فإذا 8 في 4 مكررة 4 بايت، 4 بت، 24 بت، آسف، 24 بت، أوكي؟ فإذا عندنا كل حرف بيمثل بـ1 بايت، كل حرف يمثل بكم؟ 1 بايت، والبايت هو 8 بت. تمام؟ فبيطلع معنا عدد، اللهم صل على سيدنا محمد، البايتات وعدد البتات. لو كان عند، حكولكم انتو عندكم 32 بايت، كم بت؟ 32 بايت، كم بت؟ بتروح بتجيب 32 تضربوها في 8 بيطلع عدد البت. طيب لو اجي حكالكم لا، انتو عندكم 32 بت، كم بايت؟ شو بتعمل؟ بتروح بتقول 32 نقسمها على 8 بتطلع مثلا 4، أربعة في 8، سوري هون 32 مش 24، 2 في 6 24، أوكي؟ شوف هون وضحت معنا القصة، يعني هاي عملية يعني أنتوا كده عارفينها، 4 32، أوكي؟ 32 فبتطلع عندكم 4 بايت، عرفتوا علي؟ يعني بمعنى آخر بدكم تحولوا من بت لبايت. إذا جاب لكم الدكتور هيك إشي بتقسموا تقسيم 8، أوكي؟ بدكم تحولوا من بايت لبت بتضربوا بـ8، أوكي؟ فيما لو أجت عندكم هاي هيك مسألة، تمام؟ بس هلأ هون ما في شيء. لما نجي نحكي 10 قوة 2، يعني هاي عدد بتكون تكرار الأصفار،
بتكون 100. لما نحكي 10 قوة 3 كأنه بنحكي 1000، لما نحكي 10 قوة 4 بنحكي كأنه 10000. واضح؟ خليني أسهلكم إياها بهالطريقة هاي. طيب أوكي واضح. طيب هلأ لما أجي أحكي رقم 1 هيك، هذا شو 242، هاي خانة مين؟ الأحد، تذكروها بصف أول. هاي العشرات، هاي خانة مين؟ المئات. ماشي الحال؟ خانة المئات يعني ميات، يعني في صفرين، تمام؟ خانة العشرات معناتها عشرات، يعني 0 و1 10، والأحد يعني ملا صفر. بمعنى آخر كأنها هاي ترقيمها 0، هاي 1، هاي 2. واضح؟ 2 × 10 قوة 0، زائد 4 × 10 قوة 1، زائد 2 × 10 قوة 2. فاهمين علي؟ شو عملت؟ اللي عملته هذا النظام العشري عادي، نظام الأرقام اللي إحنا بنعرفه باسم النظام العشري. أوكي؟ هاي خانة الآحاد، هاي العشرات، هاي المئات، رقمتهم، قلت له هذا أنت تبدأ من اليمين لليسار، أنت 0، أنت 1، أنت 2، فرحت عملت 2 هيها، ضربتها لأنه هذا النظام العشري اللي إحنا بنعرفه اسمه النظام العشري أرقامنا. أوكي درستوها باللوجيك ديزاين لأنه مش موضوعنا، فأنا عشان هيك بعدي عليه، هي بيس 10 درستوه باللوجيك ديزاين. 10 قوة 0، بعدين زائد 4 × 10 قوة 1، بعدين زائد 10 × 2، يعني هاي الاثنين، هاي الاثنين × 10 قوة 2 اللي هي هاي، هاي بتكون القوة. طيب هلا 10 قوة 0، أي رقم قوة 0 أنت درسته باللوجيك ديزاين، بسم الله، أي رقم قوة 0 إيش؟ 1 ضرب 2 زائد 4 × 10 قوة 1، يعني خانة واحدة، يعني 10 بس الصفر مكرر منها مرة واحدة زي ما حكيت لكم هون. أوكي 2 × 10 قوة 2، يعني الصفر مكرر مرتين، 100. هلا 2 × 1 2، 4 × 10 40، 2 × 100 200، إذا صاروا 200 + 40 240، واثنين 242. هاي أساس الرقم، يعني هذا أساس الرقم، نفس الشيء يعني هيك بطلع معكم، كيف هذا طلع 240 بهالطريقة هاي. واضح تفصيل الرقم؟ واضحة؟ بس يعني إشي بسيط، ما في إشي يعني ضخم. طب تعال أعطيكم مثال تاني عشان تعرفوا. لو أجينا 13 هيك، رقم 13، تمام؟ لو أجينا رقم 13 نحكي هذا 0 وهذا 1 ترقيمه، بحكي 3 × 10 قوة 0 زائد 1 × 10 قوة 1، هذا الواحد اللي هو هون، وهذا الواحد اللي هو الأس، تمام؟ فهمتوا علي؟ تمام. تعالوا اعملوها، اضربوها. اي رقم قوة 0 شو حكيت لكم قبل شوي؟ 1. 3 × 1 كم؟ 3، زائد 10 قوة 1 10. اي رقم قوة 1 الرقم نفسه، 10 × 1 10، 3 + 10 = 13 اللي هو الرقم، هذا اساس الرقم، يعني هيك بيطلع معكم الرقم، بس هذا تمثيله من النظام العشري. واضح؟ طيب شوفوا علي كاركتر ست. أنا قبل شوي حكيت لكم كل حرف بتمثل بتمانية كام بت، صح؟ أنا هذا اللي حكيت لكم إياه. طيب الكلام اللي أنا حكيت لكم إياه، كل حرف بتمثل بتمانية بت. طب أنا كم حرف بقدر أمثل بتمانية بت؟ شو هالسؤال الغريب؟ يعني شو يعني ما فهمنا؟ طيب أنا عندي 8 بت، هاي 3، هاي 4، 1 2 3 4، هاي 8 بت. هذول 8 خانات كيف بقدر أعملهم تباديل بحيث بقدر أمثل فيهم كم رقم؟ برضو ما فهمنا شو هالتخبيص المتخبصي. طيب فهمكم إياها بطريقة ثانية. أنا عندي الأرقام من 0 ل9، من 0 ل9
كم رقم بقدر أمثل من 0 لـ 9؟ أو بلاش من 0 لـ 9، صح طويل كثير، يعني أرقام لا نهائية. من خانتين خليها هيك، يعني كم رقم بقدر أمثل من 0 لـ 9 من خانتين، من يكون مكون من خانة أو من خانتين. تحكوا بتقدر تحكوا 0، 1، 2، 3، 4، 5 لعند 9. بتقدر تمثلي 10 لعند وين؟ لعند 99، صح؟ إذا من خانة أو خانتين مثل من 0 لـ 9 بنقدر مثل من 10 لـ 99. 100 ما بنقدر مثلها لأنها 3 خانات. أنا كم خانة عندي هون؟ 8. طب كم رقم بقدر أمثله من 8 خانات؟ من 8 خانات كم رقم بقدر أمثله من 8 خانات؟ شفتوا أنا هون كم رقم بقدر أمثله من خانة؟ كانوا من 0 لـ 9. وكم رقم بقدر أمثله من خانتين؟ من 10 لـ 99، تمام؟ طب أنا بالنظام الثنائي اللي هو مكون بس من 2 بت، من 0 و 1، كم 8 خانات كم رقم بقدر أمثل فيها؟ كم رقم؟ بكل بساطة يعني افهموها واحفظوها، دائما رح يبدأ بصفر صفر 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 بعدد خانات. كم خانة؟ حكوا لكم 8، صح؟ ورح ينتهي بعدد كله واحدات، يعني هذا أصغر رقم رح أقدر أمثله أول معلومة، وهذا أكبر رقم. أنا عارف أنكم درستوا تصميم منطقي، فأنا يعني شوية معدي عنه، هذا أكبر رقم. هلأ في بيناتهم رح يصير مثلا زي هيك أرقام كثيرة رح يصير بيناتهم مثلا، أوكي، ورح يصير تباديل وتوافيق بيناتهم ويطلعوا عندكم أرقام. طب هدول كلهم الأرقام كم رقم بقدر مثلهم؟ 8 خانات. كل بساطة دائما بالنظام الثنائي بيحطوكم عدد الخانات، كم أعطونا؟ 8، 8 بت، تحكوا 2 قوة 8، 2 هذا ثابت اللي هو لأنه إحنا نظام ثنائي بندرس نظام الكمبيوتر. 2 قوة عدد الخانات اللي هي عندي يساوي 256. شايفين 256 رقم بقدر أمثلهم بثمانية بت، يعني من 0 0 0 لعند 1 1 1 1 1 هم 256 رقم. 200 بقدر أمثل 256 رقم. هذا الرقم هو رقم 0، وهذا الرقم كلكم حكيتوا 256، لا هذا الرقم 255، تمام؟ ليه؟ طب 255 انت حكيتي هم 256، من 0 لـ 255 عدد الأرقام 256 رقم. إذا أنا بقدر أمثل 256 رقم من 0 لعند 255، من عند 0 لـ 9 هم فعلياً 10 أرقام، واضح؟ أرجع أعيد، حكوا لكم نظام بيمثل الأرقام بسبعة بت، كم رقم بقدر أمثل؟ كم كاركتر؟ هيها different character، كم different character بقدر أمثل؟ بكل بساطة بتحكوا 2 قوة 7، فبطلع معكم 128 قيمة أو character أو رمز بتقدروا تمثلوا. وهذا الكلام اللي أنا حكيت لكم إياه، range من 0 لـ 255. وضحت؟ وضحت. بيحكي عنا بالكمبيوتر عنا أكثر من طريقة لتمثيل الأرقام. في عنا إشي اسمه اليونيكود، بيستخدم 16 بت، يعني كل رمز باخذ 16 بت. شوفوا انا حكيت لكم الكمبيوتر بالعاده شو بياخذ، كل رمز زي اسم اللي حكيت لكم اياه قبل شوي 8 بت. بيحكي في عنا نظام بالكمبيوتر اسمه اليونيكود، اليونيكود كل رمز بياخذ 16 بت. طيب لما احكي لكم كل رمز بياخذ 16 بت مش 8، 16 بت، كم رمز بيقدر يمثل؟ بكل بساطه بتحكوا 2 قوة 16. شو طلع معكم الرقم؟ 65536 رمز بيقدر يمثل. هذا بيمثل كل الحروف العربية والإنجليزية واليابانية والمبعرف شو كل اللغات، تمام؟ ماشي الحال. فبمثل لكم 65536 رقم، تمام؟ هذا يعني بيمثل من 0 0 0 بيمثل من 0 2 لوين؟ 65535 رقم، لان لعند 35، اوكي، من 0 لعند هذا الرقم، واضح؟
فإذا عندنا 65536 الرمز بمثل. كيف عرفتها؟ عدد البتات برفعها لقوة 2 بس بطلع معنا. طيب بيحكي لنا في عنا الاسكي كود. الاسكي كود 7 بت، يعني أي رمز ما بمثله لا بـ8 ولا بـ16، 7 بت. إذا كم رمز بقدر يمثل 2 قوة 7؟ حلتكم إياها قبل شوي اللي هي 128 كاركتر. إذا الدكتور جاب سؤال بسيط هون، ممكن يحكي لكم عنا اليونيكود أعرفه 16 بت، والاسكي 7. حكى لكم عنا نظام بيمثل الأرقام بـ6 بت. كم different character بقدر يمثل؟ تحكوا 2 قوة 6، 64 different character بس. واضح؟ خلصنا. هون برضو لسه تمثيل للبيانات. الكيلو بايت اللي هو الكيلو هو 2 قوة 10، اوكي 1024 بت، اوكي بايت، اوكي. فعندكم هذا كيلو بايت 2 قوة 10، الميجا 2 قوة 20، الجيجا 2 قوة 30، التير 2 قوة 40، البيتا بايت 2 قوة 50، او الاكسترا والى اخره، كل واحد بيزيدوا عليه 10. تمام. اذا الكيلو بايت هذا لازم تكونوا عارفين 2 قوة 10. 2 قوة 10 دائما هي معروفة 1024. الميجا 2 قوة 20، الجيجا 2 قوة 30، التيرا 2 قوة 40. بكفي لهون تعرفوهم. تمام. هاي بس تمثيل بيانات، متوقعش عندكم التحويلات بيناتهم. واضحة؟ واضحة. أنا هون خلصنا الداتا ريبريزنتيشن. طيب خلاص نوقف لعند هذا العنوان ونكمل بالعنوان الثاني.